واحنا في اوتو سنتر بوينت فوجئنا طبعا ببوز جامد جدا عاملاه شركه ليكوي مولي، فما كانش ينفع ان احنا نعدي البوز ده من غير ما نقعد مع دكتور ياسر نائب رئيس مجلس اداره شركه ليكوي مولي. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام الحمد لله. طيب قول لي كده اخبار المعرض ايه وايه رايك في الفكره عامه الاول وتديني فيدباك كده عن اللي انت شفته النهارده في المعرض. والله هي الفكره كان معرض كويس، المكان كويس جدا، ورغم ان ده اول سنه لكن كان الاقبال عليه انا شايف ان هو كويس، وان شاء الله اعتقد بعد سنه ورا الثانيه اعتقد هيكون المعرض ليه شان كبير ان شاء الله باذن الله. طيب انا عايز برضه استغل الفرصه ان احنا موجودين تقول لي ليكوي مولي بتقدم ايه للناس في معرض اوتو سنتر بوينت، ايه المفاجات يعني؟ بالنسبه لليكوي مولي طبعا هي منتج الماني، ودي الميزه في منتجات ليكوي مولي ان هي بتخرج من مصنع واحد، فبالتالي الجوده اللي بتخرج من المصنع في 110 دوله هي نفس الجوده اللي موجوده. طيب انا شايف برضو في البوز معانا هنا في ميجوين، فانا برضو عايز الناس تاخد فكره ايه العلاقه اللي تربط ليكوي مولي مع ميجوين. ميجوين هي شركه ابتدت سنه 1867 في فتره التطور الصناعي اللي في المانيا، نفس الفتره اللي طلعت فيها ماركات العربات الكبيره الالمانيه مرسيدس، وابتدت كشركه منتجه للزيوت. وفي سنه 1957 ابتدت تظهر ليكوي مولي واندمجت مع ميجوين من سنه 1957، وفي 2006 تم استحواذ ليكوي مولي على شركه ميجوين واصبحت الاداره والتسويق لشركه ليكوي مولي. هم منتجين مختلفين من شركه واحده بنفس الجوده اللي بتنتج بيها منتجات ليكوي مولي. على العموم يا رب يكون الناس استفادت من الكلام اللي قاله دكتور ياسر. خليكم معانا لسه اوتو سنتر بوينت 2015 مخلص في اون تراك.